يقول أو سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس القميص الشفاف والسراويل القصيرة وهي في البيت وتجلس مع أولادها؟ لا، تلبس الثياب الساترة ولا تبدي إلا ما ظهر منها عند المحارم من الوجه والكفين والقدمين أو الرأس، شعر الرأس لا بأس عند المحارم. أما إن تلبس الشفاف اللي يكشف ما وراءه أو تلبس القصير عند الرجال ولو كانوا محارم، الفتنة لا تؤمن، الفتنة لا تؤمن حتى من المحرم إذا تكشفت عنده. نعم، والشيطان يحضر. نعم.